ما هي حدود التأديب أو المعاقبة الجسمانية للأطفال إنهم أخطأوا؟ هل الأحرى أن نتساءل هل التأديب أو العقاب الجسماني أمر مقبول أصلا؟ هذا هو حوارنا على الهواء مباشرة. ما هو دور القانون في هذا الموضوع الشائك؟ وماذا عن الاعتبارات والعوامل المتصلة بثقافتنا الاجتماعية في المجتمعات الشرقية والعربية؟ هل تحتم علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع بصراحة صريحة؟ الحوار الإلكتروني اليوم يتابعه زميل حازم الخولي. حازم، الاتجاه الغالب في الحوار الإلكتروني هو رفض العقوبة الجسدية للأطفال. تعرف على هذا الرأي وعلى غيره من الأراء التي وصلتنا لاحقا في البرنامج، كما نتعرف على نتيجة استفتاء اليوم وسؤاله: هل العقاب الجسدي للأطفال داخل الأسرة مقبول؟ شاركونا. نور، شكرا حازم. بنا إلى الحوار من استوديو نقطة حوار. طبعا التأديب أو العقاب الجسماني مع الأطفال ليس قاصرا على مجتمع دون مجتمع. وزير عدل بريطانيا أقر مؤخرا بأنه كان يؤدب أطفاله بضرب خفيف. في دبي شرع مؤخرا قانون لحماية الأطفال من العنف بعد الحكم بالإعدام على والد ضرب بنته ضربا أفضى إلى موتها. طبعا هناك الحكم الذي صدر في السعودية على داعية إسلامي بدفع دية ابنته لما التي توفيت من جراء ضربه لها. تلك القضية أدت إلى حملة عبر الإنترنت في السعودية سعيا لسن تشريعات وقوانين تحمي الطفل من كافة أشكال الاعتداء. وبالرغم من أنه لا شك في الأذى النفسي الذي يمكن أن ينجم عن العقاب البدني للأطفال، فلا يزال الكثير من الأباء، من الأمهات، من أولياء الأمور يستخدمون هذا العقاب بدرجات مختلفة طريقة لتأديب الأطفال. فهل من حدود مقبولة للعقاب الجسدي ضد الطفل؟ أم إن هذه العقوبة مرفوضة في جميع الأحوال؟ ما وسائل عقاب الطفل أو تأديبه بعيدا عن العنف؟ هل تنجح تلك الوسائل في جعل الطفل يشعر بالمسؤولية؟ هل هناك قوانين في بلدك لحماية الطفل؟ هل تطبق هذه القوانين إن وجدت؟ وهل هناك جهات يمكن للطفل أن يشتكي لديها إن تعرض للعنف؟ هل تقوم الجهات المختصة بحملات توعية عن طرق التربية وأضرار العقاب البدني؟ وكيف يمكن إنهاء ظاهرة العنف الجسدي ضد الأطفال في المجتمعات العربية والشرقية؟ أهلا بكم جميعا، أنا نور الدين زنقي وفريق نقطة حوار بانتظار مشاركتكم في حوار اليوم بالوسيلة التي تناسبكم. لا تنسوا تابعونا في كل حوار على صفحاتنا على تويتر وعلى فيسبوك، وعلى الشاشة رقم الحوار التليفوني 0044-2077-650-211، يليه رقم الرسائل النصية 0044-79-1040-47. ينطلق الحوار، وسأقترح عليكم أن نبدأه اليوم بهذه المجموعة من الآراء، من الانطباعات العفوية عن العقاب الجسدي للطفل، التقطتها كاميرا بي بي سي في القاهرة. ملجأش لأسلوب الضرب في تربية الأطفال، ملجأ للصداقة مع الطفل. للصداقة مع الطفل كأن صديق لي أو زميل لي. لأسلوب الضرب مش دايما، أحيانا. لما ما يسمعش الكلام يعني فهمه مرة واثنين ويغلط مرة واثنين أضطر بقى أضرب، لكن هو أسلوب الإقناع أحسن بالنسبة للأطفال. في بعض الأحيان أسلوب الضرب بيقاوم الولد، لكن البنت بطبيعة حالها تكاد تكون يعني منطوية أو تكون خاضعة لرأي الأب والأم يعني. انا بعتقد قد يكون في حاجه تكون يعني كبيره قوي وخلاص، يعني ان انا بديله بس برشده الاول وبديله الموعظه وبحنين عليه، وبعدين في احيانا في بتلقى في عقاب بسيط، بس يكون في عقاب بسيط مؤدب. لا، لان انا بزعق وبحوش وما اعرفش ايه وبكاجي كده، بعد كده ما فيش حاجه. ساعات بلجا لاسلوب الضرب، بس مش ضرب قاسي يعني، خبطه كده بس تصحصح الدنيا يعني. ليه؟ عشان ساعات بتقعدي تتكلمي وتحايلي وتدادي وممكن في الاخر تفقدي اعصابك وتزعقي، شويه منها تنفيس وشويه منها عشان يفتكر المره اللي بعديها ان هو اتضرب على ايده عشان عمل حاجه غلط. اذن
الحوار واتباع أسلوب الصداقة والتدخل بالعقاب الجسماني عند اللزوم، لكن إجمالا يبدو أن هناك وعيا متزايدا بضرورة إعطاء الأولوية للحوار، وواضح أن موضوع اليوم لا يزال شائكا بالنظر إلى المفاهيم المجتمعية الضاربة أطنبها في المجتمعات الشرقية وضرورات التغيير الملحة، طبعا نتائج كل الأبحاث التربوية والنفسية في موضوع اليوم. سأرحب بأول مجموعة من المتحاورين عبر الهاتف، مانيا من السعودية، نوال من الأردن، حنان من السودان، وأبو فيصل ينضم إلينا من الكويت. مرحبا بكم جميعا. سأرحب بالسيدة مانيا مسعود في الإمارات أولا. مانيا، يعني أنت أم لطفلين، تفضلي أسمع رأيك في موضوع اليوم بصراحة، كيف تتعاملين مع الأطفال؟ هلا بصراحة بالأول أكيد في درجات للتعامل، ببلش بعقاب خفيف، بعدين يعني لما وصل للماكسيموم بكون out of control. العقاب الخفيف شنو هو مانيا؟ يعني إيحاءات مني إنه خلاص يعني شو يعني شو تهديد؟ يعني أول شيء بتلجأي إليه هو التهديد؟ على بجوز أحيانا النظرات. ما هو النظرات ممكن، النظرة ممكن يكون فيها نوع من التهديد، هل تتوقفي شوي وتحاولي تفهمي الطفل لماذا يتصرف على هذا النحو أو ذاك؟ لا هلا مثلا شيء ما عجبك يعني؟ طبعا هلا مثلا خصوصا بالدراسة، مثلا الأهل دائما بيحبوا الأفضل للأولاد، وأنا بدرسهم مع بعض أم لتوأم، فبضل الصبي في فروقات فردية دائما بين الصبي والبنت. توأم توأم صعب شوي رعاية التوائم، أليس كذلك؟ هو هاي المشكلة بقى. بس أنت معناته أنت لازم كأم كوالدة يجب أنك تحرصي على أنك تكوني في حالة ذهنية قادرة على التعامل مع هذا الطفل، لأنه كما الطفل آدمي وممكن تصرفاته تفلت، أنت كأم كمربية يمكن أيضا تخرجي طبعاً يمكن عن طورك وتفقدي أعصابك، ولا لا؟ طبعا أكيد هذا بيصير أحيانا أكيد. طيب. ودائما بندم وبعد حالي أنه خلاص يعني ما بقى. خليكي معي مانيا. سأدعو السيدة نوال الصياد في الأردن. نوال. نعم. مانيا اعترفت بتقول إحنا طبعا كأم إنها أحيانا تتصرف بطريقة وبترجع بتندم كيف تصرفت مع الولد. ما هو الحد الفاصل بين التأديب اللازم وبين التعدي بالعنف على الطفل دون إعطائه فرصة الأخذ والرد والحوار؟ أنا برأيي يعني إنه الضرب ما فيش نتيجة. أنا ربيت ثلاثة وهلأ الحمد لله كبروا صاروا كبار. نعم. شباب يعني بتذكرش يمكن مرة ضربت، ما بتذكر حتى في حياتي إني مرة ضربت واحد فيهم. نعم. لكن أحيانا كنت أهدد، هلأ لما بيجي بابا بدي أخليه يضربك، بس أوكي. هذا اللي كنت أعمله، بس الضرب ما بتذكرش والله مرة اللي ضربت. طيب هل أنت لأني أنا قناعتي نعم انه الضرب ما راح يؤدي لنتيجه، وانا اذا بدي اعدل سلوك ابني ما بيكون بالضرب، بيكون في يعني انا لاني دارس علم نفس وبعرف نظريات السلوكيه واجراءات تعديل السلوك، بعرف انه هذا الشيء ما بيجيب نتيجه وانه في بدائل. عظيم. أنا استخدم البدائل اصلا بستخدمها براحه نفسيه احسن، لاني اذا بدي اضرب اول شيء بدي اتعب نفسي، بعدين ضميري راح يقلبني، بعدين ممكن هذا الضرب يؤذي الولد واتعب فيما بعد إذا صار في مثلاً. طيب. إعاقة أو إشي. نعم. أو نفسياً بالمستقبل رح يأثر عليه. أنا برأيي الطفل السعيد بكرة بصير أبو سعيد وبخلف أبناء بكونوا سعداء ومتوالي يعني. إذا لم يتعرض للضرب. طيب سيدة نوال، إذا لم يتعرض للضرب رح ننتج جيل كبير، يعني كل هذا الولد بده يعمل بصير أبو، الأبو بده يصير بصير أبناء. إذا صحيح. كان حسنا أول جيل كله بيطلع جيل صالح. طيب يا سيدة نوال، ما فيش خلاف على هذا الكلام، لكن دعيني استوقفتني ملاحظة في بداية مداخلتك، قلت إنك يعني ما بتتذكريش مرة ضربت فيها الأولاد، لكنك بتذكرت مرة ضربت ولد من أولادي. إيش كويس، لكن مش لأنهم كانوا يعني كثير كويسين وكثير مناح ومش مزعجين ومش هاد. لأنه قناعتي وطولة بالك ما رح يؤدي لنتيجة. أنت قلتي أيضا إنك كنت بتقولي لهم بتهدديهم بالوالد، تهددي بالاب، للاسف انا زوجي بدلل اكثر وما عمره شيء يمكن ضرب. طيب الرجل يعني عموما طيب شبه ملغي يعني. الرجل في الثقافه الشرقيه في مجتمعاتنا العربيه الرجل يفترض انه اللي يكون صارم وهو اللي بيوقع العقوبه على الولد او على البنت.
طيب يمكن أنت في حالتك أنت سيدة متنورة، زوجك أيضا، لكن هذه الظاهرة موجودة أن الأب يتصور يعني أوتوماتيكيا إذا اشتكت للأم نقول الولد أساء التصرف أو أساء الأدب بيلجأ إلى العقاب الجسماني، هذه ظاهرة موجودة ومفيش مجال لننكرها. موجودة موجودة أكيد موجودة، يعني الضرب لحد هلأ موجود مهما صار في نظريات وصار في تطور وصار في وعي وصار في إعلام وصار في، إلا أنه الضرب موجود ولا يزال موجود. طيب يا سيدة نوال، حتى أباء وأمهات متعلمين وبضربوا لا يزالوا. أشكرك جزيلا سيدة نوال الصياد في الأردن. سأرحب الآن عبر هاتف خدمة هاتف السكايب الإلكتروني من الرياض بالسيدة مديحة العجروش، وهي ناشطة اجتماعية وأخصائية نفسانية. سيدة مديحة مرحبا بك في نقطة حوار. حادث في السعودية مؤخرا تعرفينه جيدا، حادث الطفلة لما وحملة أونلاين للمطالبة بوضع تشريعات وقوانين لحماية الطفل في السعودية. السؤال البديهي هو هل يتعلق الأمر بحالة فردية أم أنها ظاهرة متفشية وتدعو الآن إلى القلق؟ هي الاحتمال الأكبر أن هي ظاهرة، بس ما عندنا إحنا أحصائية. نعم. لأن الإحصائية بحد ذاتها ما عندنا، ما هي موجودة، بس لما ندخل في المدارس ونسأل الأطفال كمية الإيذاء اللي تلقوه نلاقي أن النسبة جدا كبيرة، بس إحصائية رسمية ما عندنا قوية أن بالفعل تساوي نظرة المجتمع. فبالتالي الظاهرة أنا أعتقد أني نعم ظاهرة، الظاهرة طالعة أن نسبة المجتمع السعودي زاد ونسبة الأطفال أكثر من أي نسبة ثانية. وبعدين نسبة الوعي أيضا مهوب عالي، الأم أو الأب ودهم يكونوا أحسن شيء بإمكانهم يعطوه للأطفال ويربوا عيالهم بالطريقة الجيدة. سيدة مديحة أرجو أنك توطي لي صوت المكبر الصوت جنبك لأنه أحيانا بيعمل رجع صدى. الآن قلت إنها ظاهرة، انتباه السعودية، وبعدين هذه الظاهرة أونلاين، حملة أونلاين للمطالبة بقوانين تحمي الطفل، ماذا تعني في نظرك؟ تطلبنا الكبير هو القضاء، ودنا زيادة تركيز على القضاء، ودنا القضاء نفسه يحمي الطفل أولا، ثانيا ودنا نسبة القضاء يزيدوا. في المملكة العربية السعودية عندنا 4 قاضي لمئة ألف شخص، بريطانيا عندكم 60 قاضي لمئة ألف شخص. نعم. بالتالي النسبة عندنا عالية جدا. سيدة مديحة أرجو أستميحك عذرا، لكن قبل أن يكون عندك القاضي بدك تعطي أدوات التصدي لهذه الظاهرة. هل في السعودية ما يكفي من التشريعات؟ هل هذه التشريعات موجودة؟ هل في الآليات الاجتماعية لتفعيل الوعي بهذا الموضوع حتى ربما لا تقوم حاجة للوصول إلى القانون أو إلى القضاء؟ التشريعات ما هي واضحة نهائيا، فبالتالي القاضي ما عنده خلفية عن الطفولة ولا عن الأسرة ونفسية الأسرة وما يقوم في الأسرة، ففي النهاية يرجع لي معرفته هو الخاصة بإيش المفروض ولا إيش وش العلم يقول، وش العلم النفسي يقول. أوكي، أو مبني قراراته على علم أكثر ما هو رأيه الشخصي. ما هو مقنن، العنف ضد الأطفال ما هو مقنن، وإحنا محتاجين. وأيضا في نفس الوقت ودنا أن هناك يكون في وعي أعلى بالنسبة للأهالي أن كيف يربوا عيالهم. طيب. وهذا شيء إحنا نفقره. هذه نقطة مهمة سيدة مديحة، وعي المجتمع بالظاهرة حتى يعرف المتضرر متى يلجأ إلى القانون. على كل، خلينا نسمع آراء متحاورين موجودين على الهواء بيسمعوا مداخلتك. حنان إبراهيم في السودان، مرحبا بك. هل هي قضية وسائل قانونية يا حنان أم قضية وعي اجتماعي كما تقول سيدة مديحة؟ أولا أنا أحييك أستاذ نور الدين. أهلين. وسعيدة بأول مشاركة في عام 2013 معك. أهلا وسهلا. أنا القوانين ليست الله يسلمك، القوانين هي ليست كافية، ولكن أهمية الوعي المجتمعي بمفهوم التنشئة الاجتماعية والتربية والعنف ضد الأطفال هو العنصر المهم. يجب أن نغير ونعترف بأن مجتمعاتنا العربية وغيرها هنالك
مفهوم ثابت جدا في مفهوم التربية، وهو العنف الجسدي والعنف اللفظي. ولكن يتنافى كثير من الآباء والأمهات أبعاد العنف الجسدي. سنعرض لهذه النقطة حنان مع خبيرة هذا العنف يشكي خبيرة نفسية لاحقا، تفضلي تقولين. نعم يعني يتناسى الأب والأم أو الأخوان أو الأخوات يعني ما يترتب على هذا العنف في المستقبل من خلال السلوك العام، من خلال يعني المفاجأة بسلوك مقايض للواقع. ويتناسى أن هذا الطفل ينشأ وهو يعاني من كبت ومن حرمان ومن عنف، وتتغير شخصيته ويصبح شخص متمرد وشخص عنيد جدا وشخص دائما يميل إلى العدائية ويميل إلى الانتقام. يعني بيحدث نوع من يعني الحد النفسي على مستوى السلوك، على مستوى المعاناة، على مستوى يعني بيظهر بنوع من القهر ونوع من العذاب ونوع من عدم الثقة بالنفس. أنا مع العقاب بالحرمان من الأشياء المحببة التي يحبها الطفل. طيب. ولكن ضد الضرب. خليكي معي. كثير من النماذج المجتمعية أستاذ. نعم. خليكي معي لحظة، لأني أريد أن أستمزج رأي السيدة مديحة العجروش في قضية لما سيدة مديحة يعني عوقب الأب بدفع دية، وسمعنا الإعلام السعودي كان كثير منفتح مع هذه القضية، عالجها، تعاطى معها بصراحة، لكن سمعنا انتقادات مثلا أنه الدية التي حكم بها هي نصف الدية التي كان سيحكم بها لو كان الضحية طفلا، وهي نقطة وردت عليها حنان قبل شوي. عودة إلى نقطة العوامل والاعتبارات في المجتمع التي تحول دون التقدم في سبيل التعامل مع هذا الموضوع بصراحة. ما فهمت السؤال. السؤال هو التقاليد والعراقيل الاجتماعية التي تقف حجر عثرة في سبيل التعامل مع العنف ضد الأطفال. عندنا التقاليد والعادات بتقول لنا أن نتعامل مع الطفل بطريقة معينة، أكثر تعاملنا إحنا مع الطفل طريقة دونية، والتقاليد والعادات أيضا شجع المعاملة الدونية. إحنا عارفين وواعيين المعاملة الدونية للطفل غير صالحة، بس التطبيق بحد ذاته تختلف عن معرفتنا أن كيف تربية الطفل. فبالتالي دائما نشوف التربية بالنسبة لنا تربية غير صالحة، يعني تربية دونية. نعم. مبنية على الضرب والعنف والنظرة. طيب سيدة مديحة، الضرب هل أنت ترفضين الضرب تماما؟ لأن هناك من يقول لا بأس ببعض الضرب الخفيف. أنا أرفض الضرب تماما. الضرب هو عبارة عن إهانة جسد الطفل، ما في داعي نهين الطفل، وكلما نهين الطفل الطفل ما حيتعلم ولا شيء من خلال الإهانة. طيب. إذا عززنا في الطفل فهو حيتعلم كثير، في حاجات كثيرة ممكن إحنا نستبدلها بدال الضرب. طيب. في أساليب كثيرة. خلينا نسمع نموذج من هؤلاء الذين يقولون بأنه لا بأس ببعض الضرب. عصمت البصري معي من العراق. عصمت، مساء الخير، تحياتي للجميع. الله محييك. ما هو هذا الضرب الخفيف؟ ايه تفضل. والله النصح والارشاد اهم شيء يجب ان نتبعه مع الاطفال. نعم. لكن في بعض الاحيان وهذه يعني يجب ان تكون محدوده جدا، وعندما تستنفذ كل الوسائل مع الطفل النصح والارشاد ممكن أن نرجع إلى الضرب الخفيف جدا البسيط جدا. وإلا الضرب مرفوض للأطفال، وهنا في العراق وزارة التربية منعت ضرب التلاميذ في قرار وأمر صدر عن الوزارة في سنوات الماضية قريبا. منع الضرب في المدارس، وزارة ضرب التلاميذ. طيب. نعم. وأنا باعتباري مدرس ضمن وزارة التربية دائما أتحدث مع الطلبة بأسلوب وبحوار جميل، وأقول لهم أنا أرفض ضرب الطلبة، وأنا رفضت ضرب الطلبة قبل أن ترفض وزارة التربية. ما رأيك في حجة سيدة مديحة العجروش إنه الضرب مهما يكون إهانة لهذا المخلوق، لهذا الطفل؟ هو إهانة يعني، لكن مرات قلت لك يعني هي مرات معدودة جدا، قليلة جدا، عندما تستنفذ كل الوسائل وضرب بسيط جدا بحيث لا يؤذيه. طيب ابقى معي سيدة مديحة.
سمعت ماذا قاله عصمت، أرجو منك تعقيبا على ما قال، لكن إذا كنت في اقتناعك راسخة تماما بأنه لا يجب أن يكون ضرب، هل سيمكنك تحقيق ذلك في السعودية بقوانين وتشريعات؟ هل السعودية محتاجة القوانين؟ القوانين والتشريعات المفروض تكون ضرب لضرب المبرح، زين؟ طيب. مش أي ضرب يعني يدخل للقانون نفسه والتشريع. طيب. ضرب المبرح اللي يؤذي الطفل بعدة ضرب مبرح واستمرار. لكن لأنه طبعا لأنه الانتقاد الذي ستسمعينه ساعتها أنه هل سيصبح القانون حائلا بين الأب وولده يربيه حسب الأصول. السؤال، إذا أردت أن يكون في نظام على هذا الشكل، هل عندك هياكل اجتماعية تراقب وتتحقق من الحالات التي يتجاوز فيها الضرب حدود المعقول ويصبح ضربا مبرحا عنيفا مضرا؟ الهياكل اللي في السعودية ما فيها، في موجود هياكل بس ما في متابعة، ما في اللي تابع اللي يتابع. نعم. زين؟ فبالتالي اني القوانين القوانين موجوده لان كتبنا اتفاقيه مع الامم المتحده لحمايه الطفل وقانون للطفل، بس من اللي يراقب؟ من اللي يتابع؟ فما في مرجعيه لهذا الشيء. فلا يزال الطفل بنشوفه بحال لما يكون تحت الايذاء العنف. نعم. الاسري، هناك ما في مجالات يتجه فيها ولا حمايه. طيب. فهو يكون سيدة مديحة لم تردي على مداخلة عصمت، بل استمعي أولا إلى أبو فيصل في الكويت وبعدين ممكن تردي عليهم الاثنين. أبو فيصل، أنت تتحدث عن العقاب النفسي، ماذا تقصد بذلك؟ يا أخي، أولا بالنسبة للعقاب الجسدي وهو يعني مثلا الضرب، هذا جزء من الدين الإسلامي، هذا من تعاليم رب العالمين للبشر. وسبحان الله، يعني حتى وزير العدل البريطاني يقول نفس الكلام، بل إن أحد النواب بس في بريطانيا ما فيش. أبو فيصل هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا أبو فيصل، لكنه قال بما يكفي سيدة مديحة، وربما هذه الحجة هي ما تواجهينها أنت كناشطة اجتماعية. هناك من سيدفع بحجة الدين وبأنه في تراثنا وفي الحديث وفي السنة ووصية بأنه يعني نضرب الأطفال حتى نؤدبهم ونحميهم من أنهم يخرجوا عن جادة الصواب. ديني الإسلامي ما يبث العنف أولاً، ما يبث العنف نهائيا. وكيف التفسيرات الدينية، الدين هذا من تفسير لتفسير يختلف، بس الدين بحد ذاته ما يبث في العنف ولا الضرب المبرح اللي يؤذي الطفل. فبالتالي ما نقدر احنا نقول الدين اللي احنا قاعدين نمارسه يبث العنف لاطفالنا، يعني انا احس اني غير منطقي. طيب، اذا باختصار، ما هو الحل في نظرك؟ لأن هناك خيط رفيع، وأنت قلتي يجب أن تكون في تشريعات تقينا شرور العنف، التحول الضرب أو التأديب إلى عنف ضد الطفل. ما هو الخيط الرفيع الذي يفصل بين هذا وذاك في نظرك؟ الخيط الرفيع اللي يفصل بين الضرب والتأديب أو العنف، الخيط الرفيع هو أني ما يضربه ويأذيه لدرجة أني يعني الضرب المبرح اللي كسر يده، ضلعه، لما رأسها انكسرت، روحها انكسرت، فهذا أكيد، هذا ولا هو في ديننا ولا هو في مرجعيتنا. لا، هذا إذا ثبتت بالدليل والدامغ سيصار إلى تطبيق القانون الجنائي. نحن نتحدث عن التعامل مع الأطفال يومياً. يومياً أنا من رأي الحوار القوي، تعزيز الطفل. طيب. مارس التعزيز أكثر من الضرب. طيب. وإذا ضربنا، أنا ما أؤمن بالضرب نهائياً. سيدة مديحة، قبل أن أودعك فرصة تتفاعلي مع أبو فيصل، الخط انصلح حاله. أبو فيصل. نعم يا أخي، الفرق بين الضرب والتعذيب واضح جداً، كل من يرى هذا ويرى ذاك يعلم. نعم. أن هذا يؤدب ابنه أو أن هذا يعذب إنسان، والتعذيب مرفوض سواء كان للأطفال أو للكبار. وبالنسبة لقضية لما، لو كانت فعلا ظاهرة لما اشتهرت هذه القضية بشكل كبير، أنا بنفسي يعني صار لي ساعتين ما قدرت أنام أشاهد المقاطع التي تتحدث عن هذا الأمر، فهذه جريمة فظيعة. هناك هي هناك ليست ظاهرة أبدا. هناك أيضا هناك حالة في الإمارات حكم بإعدام الوالد فيها لأنه ضرب الابن ضربا أفضى إلى موته.
يا أخي الحكم هو رب العالمين وليس أنا أو أنت أو ذاك. الله حسب معرفتي في الشريعة الإسلامية أنه لا يقتل أب لأنه ضرب أو فعل ما فعل في ابنه. لا تقتل أم لسبب مثل هذا. حتى في بريطانيا هناك امرأة ضربت ابنها حتى مات ولم يحكم عليها بالإعدام. لأن بريطانيا ما فيهاش عقوبة إعدام يا أبو فيصل، هذا هو السبب. لأنه في بريطانيا يا أخي غير موجودة عقوبة الإعدام. يا أخي يعني الفرق كبير بين الضرب، وأنا مع الضرب يعني للتعليم وللتأديب وبحدود معقولة يعرفها طيب. الجميع. أما التعذيب مثل ما قلت فهو مرفوض تماما ويجب أن يجرم، ولكن في ظل الشريعة الإسلامية. شكرا لك ويجب أبو فيصل. أن يحترم شريعة الشعوب. سيدة مديحة، رأي أبو فيصل هو الاختبار لأشخاص مثلك، وأنت الآن منخرطة في هذه الحملة الأونلاين بعد قضية لما. الاختبار الحقيقي هو عندما تواجهون أناسا يقولون كلاما من قبيل ما قاله أبو فيصل. والله هذا رأي أبو فيصل، بس مهم معناته أن أنا أيد هذا الكلام. إذا حس إني الضرب هذا يؤذي المجتمع بحد ذاته، ولا نقدر إحنا نقول المرجعية هي الدين، ما نقدر نهائياً، لأن الدين الإسلامي هو ما يضر بالعنف نهائياً. والضرب هذا يؤذي المجتمع ولا هو ينفع، وإذا ضربنا إحنا العيال نطلعهم معنفين، فنطلعهم أطفال مليء بالغضب. فليش احنا نطلع مجتمع زي كده؟ ليه ما في طرق جديدة احنا ممكن نرد عيالنا فيها؟ ليش العنف؟ لماذا؟ العنف انا اعتبره ان هذا غضب جاي نابع من الاهل وينصب على الطفل نفسه، والطفل هذا بريء ولا في مجال يحكي نفسه ولا هو، وما في دخل بالدين. شكرا جزيلا سيدة مديحة العجروش، الخبيرة الاجتماعية الناشطة الاجتماعية والخبيرة النفسانية، وقد تحدثت إلينا بالسكايب من العاصمة السعودية الرياض. سأعود الآن إلى زميل حازم الخولي الذي يتابع الحوار المتفاعل أونلاين. حازم، كيف ينظر المتحاورون أونلاين إلى هذا الموضوع؟ الآراء في الحوار الإلكتروني جاءت منقسمة نور، ما بين موافقة ومعارضة وآراء أخرى وافقت لكن بشروط معينة، وبالطبع كل طرف له مبرراته التي يسوقها للتأكيد على صحة موقفه. طيب دعنا نبدأ بالموافقين، بالذين يبررون. الموافقون على العقاب الجسدي، وهو اتجاه قليل بين المشاركين، يقولون إنه الوسيلة المناسبة لردع الأطفال المخطئين والمقصرين كما يقولون. من تبنى هذه الفكرة يدلل على صحة رأيه بأنهم تعرضوا للضرب من آبائهم عندما كانوا يخطئون وهم صغار، وأن هذا النوع من العقاب هو ما أهلهم إلى دخول معترك الحياة متسلحين بالصلابة والخشونة اللازمة. ويقولون أيضا إنها الضرب والعقوبة جاءت في الحديث والسنة. من هؤلاء مثلا عمرو مسعد الذي كتب على صفحتنا على فيسبوك يقول: أيوة العيل اللي ما بيسمعش الكلام لازم يضرب عشان يعرف إن الله حق. مشاركة أخرى على نفس الصفحة تقول: بالتأكيد الضرب مقبول لأنه جزء من التربية، وعدم الاعتماد عليه سيزيد من دلال الأطفال وتمردهم. طيب ماذا عن الرافضين للفكرة؟ ما هي الأسباب أو المبررات التي يسوقونها لذلك؟ الرافضون لإنزال عقاب جسدي بالأطفال من جانب الأسرة، وهو الاتجاه الغالب في الحوار، يقولون إن الضرب هو حيلة الآباء العاجزين، ويرون أن هناك الكثير والكثير من البدائل التي يمكن استخدامها لتقويم سلوك الأبناء في حالة الخطأ. هؤلاء يحذرون من خطورة اللجوء إلى الضرب أو العنف، لأنه يسبب مشاكل نفسية كبيرة عند الأطفال تلازمهم طوال حياتهم كما يقولون. فمثلا تقول ابتسام زيني: أنا ضد ضرب الأطفال المشاغبين، لأن العنف ليس حلا بل يزيد الوضع تعقيدا، لأن الطفل قد يعتاد على العقوبة وتصبح بلا تأثير. الحل هو اتباع أسلوب الترغيب وليس الترهيب. مشاركة أخرى من محمد قصار يقول فيها: أنا ضد العنف لأنه يؤدي إلى الانفجار، لذا يجب تربية الأبناء تربية صحيحة، كما يجب الاقتراب أكثر منهم والعمل على فهمهم جيدا. نعم. مشاركة يحيى أبو طالب تصب في نفس الاتجاه وتقول: العقاب الجسدي دليل عجز وافتقاد لفن إدارة الأزمات، إنه بمثابة إشهار إفلاس، إضافة إلى أنه تعبير صادق عن مشاعر عنفوانية ساكنة، وهو يزيد الأزمة ولا يكون حلا لها. هدى الشمري عبرت في مشاركة لها:
في مشاركة لها عن رأيها قالت: أنا ضد توجيه أي عقاب للأطفال، وإن كان لديهم شيء من التمرد فهو طبيعي، دعه يتمرد في صغره وهو في قمة براءته، لا أن يتمرد في الكبر وتكون العواقب وخيمة آنذاك. من على تويتر كتب علي سالم يقول: العقاب الجسدي للأطفال غير مقبول داخل الأسرة وخارجها، ويؤدي إلى نتائج عكسية، ومن يعاقب الطفل فهو عاجز عن تشخيص المشكلة. المشكلة بالنسبة لحوار اليوم حازم هي الضرب، أي درجات من الضرب؟ سمعت أبو فيصل قال إنه وزير العدل البريطاني أقر بأنه كان يضرب أطفاله ضربا خفيفا. ثم رأي ثالث يعني، وأصحابه يقولون يعني في شروط يمكن إذا توفرت أو قواعد للقبول بمبدأ التأديب الجسدي الخفيف. صحيح، من أمثلة هذا الرأي ما كتبه أنس نصار في مشاركته التي يقول فيها: العالم بالنسبة للطفل شيء غريب وجديد، لذا فهو لا يخاف من أن يقحم نفسه في أي شيء حتى لو كان خطرا عليه لاكتشاف ما حوله. لذا أوافق على العقوبة الجسدية من قبل الأباء، لكن على ألا تزيد عن حدها وتبلغ حد الجريمة. أيضا من هؤلاء أحمد المواشي الذي كتب يقول: نعم هناك حدود مقبولة للعقاب الجسدي بحيث لا يؤدي إلى ترك أي أثار على الجسد، وأن يكون استثنائيا حينما يتجاوز الطفل الحدود القصوى للمشاكسة أو التلفظ بألفاظ مرفوضة، وأن يكون الضرب هو الحل الأخير وليس الأول. مشاركة أخرى من محمد شاهين يقول فيها: عقاب الأطفال يجب أن يكون له حدود، لأن بعض الأسر تعتقد أن الضرب هو الوسيلة الوحيدة للعقاب، وإن كان في بعض الأحيان يؤدي إلى اعتدال سلوك الأطفال. دائما السؤال المحوري في حوار اليوم: ما هي حدود هذا الضرب بحيث يكون وسيلة تأديب مقبولة؟ لم يتبقى الآن إلا أن نذكر المتابعين لحوار اليوم باستفتائنا الموازي حازم. نعم نور، لدينا سؤال اليوم طرحناه للاستفتاء على موقعنا: هل العقاب الجسدي للأطفال داخل الأسرة مقبول؟ من يرغب في التصويت عليه زيارة موقعنا bbcarabic.com والمشاركة في هذا التصويت. والنهاية النتيجة نتعرف عليها في ختام البرنامج. شكرا جزيلا حازم. شكرا. واصلوا أنتم المشاركة أونلاين على bbcarabic.com، على تويتر، على فيسبوك، وشاركوا في استفتاء حوار اليوم. مزيد من الحوار الهاتفي الآن. فاطمة محمد من الجزائر انضم إلينا. كمال مكي من مصر. فاطمة، أنت أم لبنتين وتقولين أنه التأديب الجسدي أو العقاب الجسدي لا يجدي نفعا، كيف خلصت إلى هذه الخلاصة في حين سمعت في حوار اليوم آراء تقول لابد من بعض العقاب الجسدي؟ في رأيي، ولو أنه رأي نسبي، لا يمكن له أن يكون نفطكي سوى جنراليزي. نعم، في رأيي أن العنف لا يولد إلا العنف. طيب، هذا ما هو يعني العنف يولد إلا العنف. بمعنى أنه إذا يجب الامتناع تماما عن ضرب الأطفال. الامتناع في أي أن هناك ما قيل أن الأباء العاجزون عن الحوار، أو هم الذين في السوق يخاطلوا لغز أنفسهم. هم من يلجؤون إلى الضرب. فوالا سكو جي انتوندي. مي يا أخي، هناك ما يسمى ما نسميه لو موند دو لا كومونيكاسيون، لا كومونيكابيليتي انتر لي زونفون لي بارون. التواصل والحوار ها بين الأباء والأطفال. يجب. عربينا شوية فاطمة الله يخليك. عربينا شوية حتى بالعربية شوية حتى يتابعك يعني كيف المشاهدين. سامحني ولا يهمك. عجز مهما يكون مثلا مستوى الوالد. نعم. إن كان مثقفا أو جاهلا، هذا لا يمنع حضور الحوار بينه وبين ابنها أو بين أبنائها. فاطمة، أنت أم عندك بنتين الله يخليهم لك، ممكن تحكي لي حتى لو حكيتي بالدارجة الجزائر، حكيتي باللهجة الجزائرية مش مشكل، فهم هل في شيء في تجربتك معهم ممكن تحكي لنا؟ أنا في تجربتي أنا أم مطلقة. نعم. يعني بنتايا يتقاسمان التربية بيني وبين الوالد. ما يشكو لي البنات. نعم. أنهم والدهم ما يضربهمش. الحمد لله. ما يضربهمش. الحمد لله. أنا أستعمل نوع من
من العقاب. انا اوليو معناها شي استعمل الضرب لا من تلاميذي لا اتعامل معهم بالضرب. طيب طيب يا فاطمه اتعامل. نعم شكرا جزيلا على المشاركه في نقطه حوار اليوم. فاطمه تحبي تزيدي شيء؟ شكرا فاطمة. على كل سأرحب الآن عبر الأقمار الاصطناعية بتسلة سمعان بسوس وهي الأخصائية في تربية الأطفال تنضم إلينا مباشرة من بيروت. مرحبا بك سيدة تسلة. مرحبا. مرحبا. موضوعنا اليوم موضوع شائك. خليني أسألك سؤال يمكن من خبرتك، هل يمكن في مجتمعاتنا العربية أن ضرب الأطفال يصبح نوع من الشيء المحرم الذي يفكر الأب أو الأم قبل ما يلجأ إليه مليون مرة كما هو مثلا في المجتمعات الغربية؟ هيدي تمنياتنا نحن أكيد. بمجتمعنا الشرقي لازم هيدي العادة تبلش تنقرض، لأن نحن بطبيعتنا الأب أما الأم بيحبوا يكونوا متسلطين وبيحسوا أنه هيدي الطريقة الوحيدة اللي بيقدروا هن يسيطروا على أولادهم اللي هي شيء كتير غلط. طيب هل أنت بتحب تقولي أنه هيدي ظاهرة في مجتمعاتنا الشرقية ما فيهاش ولا حد أدنى من الوعي وأنه الناس تتعامل مع أولادها مع بناتها بشكل معقول؟ أكيد مزبوط. نحن كتير ناقصنا بالمنطقة الشرق الأوسط أن يكون في عنا وعي أكثر كيفية التعامل مع أولادنا، لأن نحن أكيد مثال الأعلى لأولادنا. إذا نحن عم نمارس هيدا النوع من الضرب هن رح يرجعوا يمارسوا ذات الشيء. وأي مجتمع نحن عم نخلق بمجتمعنا بالمنطقة الشرق الأوسط. طيب ما رأيك سيدة تسلة أن نسمع نماذج؟ معنا كمال مكي من مصر، هو أب ويقول أنه عاقب بنته مؤخرا. ومعنا أيضا خلود وهي ابنة مكي كمال. خلينا نسمع آرائهم وبعدين نواصل الحوار. كمال مرحبا بك سيدي. مرحبا يا أهلا وسهلا. طيب أستاذ كمال خبرني بالمختصر المفيد، ما هي هذه العقوبة اللي عاقبت بها خلود؟ بالنسبة لخلود هي بنتي في الصف الثاني الإعدادي عندها 14 سنة. نعم. كان تملى عليها تنبيهات بأنها تحافظ على الأدوات المدرسية بالصباح. فكانت نسيت الآلة الحاسبة بتاعتها، فأنا اضطريت إن أنا أعاقبها بعد ما كنت بلومها مرة واثنين وثلاثة. بعد الثالثة اللي هي في عقاب بس مش ضرب مجرح يعني في الزمن. نعم نعم. عارف يعني زقة زغبة وهذه العقاب يتدرج مع الجرم أو مع الحاجة الخطأ اللي هي بتعمله. طيب. ما بين بصة، ما بين تبويح، ما بين خصام، ما بين إننا وإخواتها نخصمها بتوصل لحد بقى لما بتيجي مثلا إيه عملت حاجة. طيب. بعد تكرارها كذا مرة بتضرب. طيب طيب. كده في مكافآت برضه. إذا بالمختصر المفيد أستاذ كمال هي قصرت في واجباتها الدراسية بشكل أو بآخر. خلينا نسمع خلود. أهملت أدواتها. خلود خلود والدك كمال بيقول إنه قبل ما يلجأ إلى معاقبتك نبهك أكثر وأكثر وأكثر. هل أنت عرفتي السبب إنك بشكل متكرر أهملتي هذا الجانب من دراستك أو أدواتك الدراسية؟ لا يا فندم. لا. ليش كنت بتعملي كده؟ ساعات بكون بنسى او بستعجلها فبسيب حاجات من حاجتي. نعم. من ادواتي. فبعد اللي بابا بيجي ساعات لما بيقول لي يعني بيسامحني اول مره وثاني مره، ثالث مره بيعاقبني عليها. طيب خليني اسالك سؤال صريح، هل انت لما في النهايه هو عاقبك هل حسيتي انه نفعتك العقوبة هذه أو إنه ما كانش إلها لازمة يعني؟ في الأول أيوة لعب نفعتني، لأن بعد كده عرفت إن ما ينفعش أنسى حاجتي أو 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 لازم أحافظ عليها. طب ما فيش إلا الضرب يا خلود؟ لا مش على طول بيضربني حضرتك، هو الأول يعني بيزعق لي. أوكي. بعد كده لما بغلط تاني أو أكتر بيضربني.
طيب طيب يا أستاذ كمال، أهل الخبرة يعني إذا في هالدرجة من الوعي والحوار والتواصل مع خلود، لماذا لا تفكر في إلغاء الضرب تماما؟ خلينا نسمع رأي السيدة تسلة سمعان بسوس في بيروت وهي خبيرة في تربية الأطفال. يعني احنا بندرج القوة من ضفة لتنبيه لشخص لخصام ساعات، لكن لما الخطأ يتكرر أكثر من مرة بشوف تيجي من انهي عقاب، فببص الاقي ان هي لما بتحس انها هتتأذي جسديا فتجسم، يعني مش تكتيف ولا ضرب ولا بتاع، يعني فاسدة كده خبطة على ظهرها، بتحس انها يعني اتألمت بلا وبلا اخوات. يا استاذ كمال واضح الفكرة، واضح الفكرة، نعم واضح الفكرة، لأن الخط لا أسمعك جيدا سيدة السلة. ما بسمع أبدا، غير واضح. هو يقول بمبدأ التأديب المتدرج، هل تسمعينني سيدة السلة؟ لا يبدو أن سيدة السلة تسمعنا، نرجو أن نتمكن من تجاوز هذا العطب الفني. سأعود إلى فاطمة محمد في الجزائر. فاطمة محمد، سمعتي سيد كمال مكي لديه بنت وقال إنه تتكرر أحيانا إهمالها، ولذلك لابد من التدخل بنوع من الزجر أو من الضرب الخفيف، وأنا طرحت عليه فكرتك يا فاطمة، فكرة الحوار والتواصل كما قلتي، ما رأيك في تجربة كمال وخلود؟ البنت عندها كم سنة؟ لكتوزة عندها 14 سنة. نعم. أظن أن 14 سنة هنا يعني تجاوزت سن الطفولة، يعني هنايا راها في مرحلة مراهقة. نعم. ومرحلة مراهقة ما هو معروف عليه أنه لا يمكن يعني ما تكونش وسيلة الضرب وسيلة ناجعة. نافعة وناجعة. راح تعطي نافعة ونافعة على با سون امبورتونس، على خاطرش هنا راه في سن المراهقة. صحيح. كاين اضطرابات في شخصية الطفل. طيب. المراهق كاين اضطرابات في شخصيته. خلينا نسمع رأي والد خلود السيد كمال مكي. كمال. سيد كمال. يا سيد كمال. سيد كمال ممكن تقرب قليلا على التليفون لأني لا أسمعك بشكل واضح. قرب على سماعة التليفون الله يخليك. الصوت عادي مش واضح برضه في الظهور. ايه تمام كويس كده يلا. انا ما سمعتش تعليق الاستاذه فاطمه الجزائر. السيده فاطمه قالت لك البنت الان في سن مراهقه ويجب انك الان تلغي فكره الضرب، هي الان شخصيتها بتنضج وبتتبلور، يجب انك تتحاور معها على طول، ماذا تقول؟ تمام يا استاذ نور، انا حساب الثواب والعقاب في نفس الخط المتوازي مع العقاب في ثواب، يعني دلوقتي انت بتملك كاميرا تصوير بروفيشنال بتصور بتخش متابعات معايا باخدها معايا في الندوات باخدها معايا في الخروج، اخر حاجه كانت مثلا من حوالي ايام كانت الاسره كلها في عشاء في مطعم خارج البيت، فده بيبقى فيه ثواب دلوقتي الحاجه اللي هي بتعملها بتلاقي قصادها الثواب بتاعها او المكافاه بتاعتها، والحاجه اللي بتخطا فيها بتلاقي العقاب، لكن لما الخطا بيتكرر كذا مره نعم بيكون برضه العقاب واضح مختلف عن المره. شكرا جزيلا. نعم كمال اكتفي بهذا القدر لانه الخط رديء، تمكننا الحمد لله ان نصلح الخط مع بيروت. سيده سله، كمال مكي وبنت خلود نموذج، هي عمرها 14 سنة وهو أوقع عليها نوع من العقوبة. فاطمة في الجزائر قالت له البنت في مرحلة مراهقة تعرف كثير من التحولات الفيزيونومية الجسمانية النفسية ويجب أن يتوقف أسلوب الضرب. أنت كخبيرة وناشطة في هذا المجال تعرفين أن هذا الأسلوب التأديب أو العقاب الجسماني نوعا ما جزء من الثقافة المجتمعية، هل سيأتي يوم مثل ما قلت لك ونتخلص منه 100%؟ أكيد نحن نتمنى. أنا بدي أرجع أوضح شغلي أنه الشخصية بتبلش تنبنى من نحن وصغار،
وهيدي الشخصية نحن ما بدنا يكون عنا ثقة نفسنا تكون كتير واطية وقليلة، بدنا نقدر نكون نعبر، نقدر نتحاور. بقى أنا إذا كل الوقت عم بيكون هيدا الولد عم بينضرب، هو ما عم ينترك له مجال تيبني شخصيته. أكيد هيدا العنف نوع من العنف بخليه يكون منزوي وما بيقدر يتعاطى مع الشخص الآخر، ما بيقدر يبني علاقات متينة بالمجتمع. أكيد هيدا نوع مرفوض، لأن طريقة العقاب في أنواع كتيرة نحن فينا نأدب أولادنا. دايما الأولاد بس يكونوا موجودين بروتين معين بالمنزل وبيعرفوا أنه نحن شو منتوقع منهم، هن أكيد بدهم يعملوا كل شيء حتى يرضونا كأهل. وهيدا الشيء نحن لازم نعزز كل شيء سلوك إيجابي. والسلوك السلبي هو رح يروح لوحده، ونحن هيدا اللي بدنا نشتغل عليه. أكيد بس يعرفوا الأطفال أما المراهقين والمراهقات شو هن الحدود اللي احنا بدنا إياهم يمشوا فيهم، ويكون في عنا أسباب ونقدر نتحاور أنه هالإشياء نحن من آمن ونعتقد فيها بدنا نمشي عليها. بعتقد ما عندهم رفض إذا هن بيعرفوا أنه هذا الشيء الأنسب لهم. طيب سيدة تسول، لتعرفين جيدا أنك إذا أردت أن تمنع الضرب تماما في مجتمعات شرقية، هناك في أوروبا، في أوروبا من الأباء والأمهات وأولياء الأمور من يصبح عاجزا عن التواصل أو عن تنشئة طفله أو طفلته، لأنه لا يمكن أن يوقع أي شكل من أشكال التأديب أو العقاب. بينتهي الأمر أنه العلاقة بتنفصم وبيضطر الولد أو البنت يطلعوا من البيت. خليني أسمعك رأي ياد أبو غليون، هو معنا من أمريكا وهو بأيد بعض التأديب الجسدي، ومنواصل الحوار. ياد. ألو. تفضل يا سيدة. وعليك السلام، تفضل. كيفك أستاذ نور؟ أهلين، فوت بالموضوع يا إياد، ليس لدينا وقت كثير. أوكي، هلأ نحن بهون بأمريكا في عنا أسلوب للتوبيخ للطفل أو للطالب بالمدرسة، بيحطوه بصف بيتوبخ بألفاظ وأصوات عالي، فهذا الدور ليش تأخذ المدرسة؟ فأنا موجود، الأب موجود، الأم موجودة. أنا كتجربة شخصية زوجتي متوفاي وعندي طفلين. نعم. فكان بداية الأمر تعذبت كثير لأنه أخذ دور الأم ودور الأب. طيب. في متصلة قالت إنه بتهدد ابن الأولاد بزوجها. أيه. لما يرجع. أنا شو بدي أسوي؟ شو؟ بهدد من مين؟ فأحياناً بضطر إني أضربهم الضرب حيث إنه ما يأذيهم، ومع احترام طيب. للجسد إنه هذا جسد ما ملكي. طيب كيف؟ هل أنت، لأنه في النهاية أنت احتجيت على العقوبة اللي بتوقع في المدرسة، المدرسة مؤسسة وعندها أساليبها وعندها قواعد تنظم العقوبة عند الخطأ، لكن في البيت بتعرف إيش ممكن يحصل في مجتمع كمجتمع أمريكي إذا تجاوز حد التأديب الجسدي حد معين، يمكن أنك تعاقب بموجب القانون أو يمكن حتى حضانة ورعاية الطفل تنزع منك، أليس كذلك؟ صحيح استاذ نور، صدقني 90% من الشعب الامريكي بيضرب اولاده، لكن كلهم بنبهوا اولاده انه ما تحكوا شيء قدام المدرس او التيتشر. على مسؤوليتك هذا الكلام يا اياد، 90% من الامريكان، معظم المتصلين اللي عم يقول لك نحن ما بنضرب ونحن صدقني بيكونوا بيستخدموا اسلوب الضرب احيانا، لانه الولد بيوصل مرحله طيب لازم تستخدم معه اسلوب الضرب. طيب سيدة سولة، سمعتي ماذا قاله إياد، هل يتعلق الأمر بظاهرة متفشية في المجتمع ومن الصعب التعامل معها، وأنه الواحد بده يبذل ما يستطيع أن يبذل من الجهد؟ يعني ما الوسيلة لأن نبدي نتخلص من هذه الظاهرة؟ شو قوانين أم ماذا؟ أكيد القوانين هي كتير مهمة، لأن من حق هذا الطفل يكون محمي. أنا بدي أحكي بموضوع بس بالنسبة لشخص اللي بيكون تقله هو 70 أما 80 كيلو عم بفوت كل غضبه على ولد وزنه 20-25 كيلو، ما بعتقد أنه هذا شيء متساوي أول شيء. تاني شيء كنت عم بتقول أنه كيف نحن إذا ما ضربنا بركي الأولاد ما يعودوا يسمعونا، وأكيد بيصيروا يتمادوا على أهلهم. بس تكون العائلة مبنية على قوانين بالبيت. نعم. انه هيدي الطريقه نحن هيك بنعمل، هيدا ممنوع، هيدا مزبوط، في روتين معين، امتى بنبلش درسنا، امتى نخلص. نعم. امتى نحن بحق لنا نفتح تلفزيون، كل هالقصص بتخلي هالولد اما الشابه يكونوا عايشين بمحيط مرتاحين، they feel secure، عندهم
هيك امان، شاعرين بامان وبيعرفوا انه هيدا الشيء المزبوط ونحن بنمشي عليه لانه متعودين عليه. بس ما يكون في قوانين بالبيت رح يوصلوا لعمر 15 و16. نعم. اكيد ما رح يسمعوا لاهلهم لان كان في كثير اشياء مسمحت لهم. نعم اكيد. بمعنى انه الوالدين لازم شغلي. يوضعوا القواعد، في لازم يكون في قواعد بالبيت ولازم يكونوا الاهل موجودين. انا ما فيني ادب ابن نهار وعشرة ايام الاهل ما يكونوا موجودين ان كان الام ولا الاب. سيدة الام والاب لازم يكونوا متفقين. شكرا جزيلا سيدة تسلة سمعان بسوس خبيرة تربية الاطفال وقد تحدثت الينا من بيروت. الان ما رأيكم في مجموعة من مشاركاتكم بوسائل أخرى من الرسائل الاسماس التي وصلت إلى نقطة حوار اليوم؟ هذه الرسالة من عمر وهو مدرس في الجزائر، يقول في رسالة قصيرة: العقاب مطلوب لكن التحفيز والإطراء أكثر أهمية في مجال التربية. دلال الحسن اقترحت حلا ذكرته في رسالة SMS من اليمن. تقول دلال: لا نحتاج لقوانين بل يجب تدريب وإعطاء الأباء مفاتيح للتربية. أما نادر من الأردن فقد كتب رسالة SMS يقول فيها: إذا كانت ثقافة الأبوين عالية فإنها تنعكس إيجابا على أخلاق أطفالهم والعكس يؤدي إلى إنجاب أبناء أشرار. يا لطيف. إذن الآن سأعود إلى زميل حازم الخولي، نعرف منه نتيجة الاستفتاء الموازي لحوارنا اليوم. حازم. نعم نور. تفضل يا حازم، ما هو سؤال الاستفتاء؟ لست أدري. تفضل. سؤالنا اليوم هو: هل العقاب الجسدي للأطفال داخل الأسرة مقبول؟ النتيجة حتى الآن هي 23% قالوا نعم، 77% قالوا لا. وبالطبع هذه النتائج تعكس آراء المشاركين فقط وليست قياسا للرأي العام. شكرا جزيلا حازم. واصلوا للمشاركة في هذا الاستفتاء. حلقة اليوم انتهت لكن الحوار لا يتوقف، 24 ساعة 7 أيام على موقع bbcarabic.com. في حوارات قادمة وفي سلسلة برامجنا الخاصة التي نجرد فيها حساب الثورات والانتفاضات العربية بعد عامين على الربيع العربي، ليبيا هل هي على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية أم أنها استحالت دولة ميليشيات ليس إلا؟ وفي السعودية كيف تنظرون لجهود إنشاء منظمة لحقوق الإنسان؟ وهل السلطات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب للتضييق على نشطاء المعارضة؟ تحية مني نور الدين زرقي وإلى اللقاء.